كل سنة. ألف مبروك، وإن شاء الله إحنا وإنتم في النهائي بإذن الله بين مصر إن شاء الله والمغرب. صحيح مصر ربنا معاها بإذن الله تعالى ومش في قوة المغرب، بس إن شاء الله إن شاء الله نتقابل، وحتى وإن المغرب خدت كاس على الأقل إحنا يكفينا إن إحنا الاثنين كنا في النهائي. إحنا مش في النهائي، إذا تقابلوا في النهائي مين تحب يكسب؟ أنا ومصر؟ المغرب ومصر. أنا بحب مصر طبعا. أنا مصري. أنا مصري. متزوج مغربية. متزوج مغربية. تزعل عليك. ما هي أنا. المغربي بالمغربي غتبقى بلاشة. بص. المغرب كسبت، مصر كسبت، المهم إن شمال أفريقيا إحنا كسبنا. وهو مكسبنا واحد وما فيش، وبعدين بدأنا في الأيام اللي فاتت ديت خلاص ما بقاش في مصري ومغربي قوي. ونحس كأن أخوة كلنا. في عندكم كمية، يعني أنتوا عندكم أنتوا أخوال لأولاد كتير قوي. يعني أنتوا عندكم ملايين الأبناء أنتوا أخوالهم. فأهلا بكم في بلدكم. كتير جدا. احنا متزوجه مصر، كل المغاربه دلوقتي بقى في عرق مصري. وبعدين احنا عندنا بنقول اللي ما يتجوزش مغربيه يبقى ما اتجوزش. ليه كده؟ عايشه هنيه يتجوز مغربيه. حتى المصريات ما شاء الله ونعمه بالله امهاتنا وحلوين، بس عايزين نفك نفسيًا شويه عن الشباب. والله هيزعلوا عليك المصريات. والله انا بقول لهم انا رجل بتكلم الحق وبقول اللي ما يتجوزش مغربيه ما يتجوزش. صدقوني السيدات المصريات بصراحة سيدات مكافحات متابرات وسيدات بيوت لا يعلى عليهن بصراحة في خدمة بيوتهم وكل شيء، ولكن غير شوية المغربية ديفيرونت. يعني المغربية شوية مبدلة لأنها طبعا الثقافة كتختلف شوية بحكم يعني المجتمع كيعرف عادات وتقاليد وحاجات معينة كيعرفهم المغربيات، التعامل كيفاش مع الزوج، كيفاش التعامل مع الأسرة، مع الأهل، مع كل شيء، وربما هذا هو الاختلاف البسيط. إنما لا، حتى المصريات بصراحة ما نقدروش نعيبوا فيهم، لا عمامات ولادنا وحبابنا وأهلنا وكل شيء، ومحتضنيننا وكيبغيونا، وبالعكس ومصر كلها كتعشق المغرب كما المغرب كيعشق مصر. أنا ما حسيناش ولا لحظة أن في بلد ثاني، حسينا كأننا فعلا بلدنا. فعلا أنا شايفة المغاربة بصراحة يعني فرحانين ومرتاحين، ما كاينش شي إزعاجات، ما كاينش حتى شي مضايقات من المصريين، بالعكس أنا شايفة كاين تناغم وانسجام والحمد لله يعني على كل شيء. المغرب مغاربة كياكلوا كشري هنايا في مصر على فكرة، وإحنا ما عندناش الكشري في المغرب، نتمنى إن شاء الله قريبا يدخل الكشري المغرب وإحنا اللي ندخلوه إن شاء الله. كشري هذه أكلة مصرية، أكلة مصرية طبعا كلها كتكون المكرونات والعدس والحمص والرز. اللي بغى يتفرقع ياكل كشري. المغرب ومصر تلاقوا في النهائي ومصر اللي كسبت، عاش خليه بالعشاء. لا أنا ما رديش نخليه بالعشاء في الحقيقة، أنا غادي نشجع مصر والمغرب. أنا غادي اللي غادي لا اللي غادي يربح، لأن أنا ما شاء الله عندي 6 ديال الأولاد. يعني تبارك الله ماشي ساهلين، مصريين ومغاربة، واللي غادي يكسب غادي نزغرت ونشطح ونردح ونفرح وكل شيء. ومصر والمغرب واحد بالنسبة لي، ما كيختلفوش، وحتى شي واحد ما يقدر يزايد على حب البلدين الاثنين. تشجعي المغرب ولا مصر؟ هو في الاصل مصر، بس المغرب في القلب اكيد طبعا. دابا اذا تقابلوا، خلينا من لغه الخشب، اذا تقابلوا تشجعي باباك ولا؟ لو ما طردتش من البيت يبقى المغرب، لو كده يعني، بس اكيد مصر. اذا المغرب لا ابدا، والله العظيم ابدا، لان الكره كفايه الكره جمعتنا. لا بس اكيد مصر بلدنا يعني. بس فاش كيكون عندنا شي مقابله مصريه مغربيه كنديروا اجواء مصريه وكنديروا الاجواء مغربيه، وكنلبسوا مصري وكنلبسوا مغربي، وحتى شي واحد فينا ما كيتعدى على الاخر. ولا كان هو غيبات على بلعشه، حنا ممكن نباتوا في الزنقه على فكره. واخا انا غنسولوا اسئله اخرى. تسوي لك اكلات مغربيه؟ كل حاجه مثلا. سيبت من دلوقتي اكلات مصريه وخدت خدت الاكلات المصريه حولتها المغربيه وعملت العكس. اوكي، وعملت لمسات وزودت فغيرت في شكل الاكل ليه المصري وحولته بشكل جميل، وهو النتيجه كرش اهو، وانا مش عارف ان انا اعمل فيه منها. شنو مثلا الاكلات المغربيه اللي تحبها انت اللي تسويها لك وتحبها؟ الطاجن بالطاجن القراصيه. طاجن ماشي، طاجن القراصيه ده فاهمني. كل الطواجن
بتاعتكم. طبعا كسكسي بجميع اشكاله والكلام ده، على فكره ثقافه المصريين ما كانتش ان في كسكسي بخضار، ولكن كلنا بقينا ناكله بسبب المغرب. وتعرف تطبخ كويس جدا؟ انت ما بتعملش حاجه غير بتطبخ، بتعملش حاجه خالص غير ان هي بتطبخ. بس كان طيب الماكلة مصرية مغربة مصر، يعني ضروري من اللمسات المغربية والتوابل والبهارات والتحميرة والسكنجبير والخرقوم وداك الشيء ديالنا ضروري. زعما شنو هي أكثر كلمة مغربية كتقولها لك في البيت؟ زوين. زوين ما شاء الله، والله زوين. ربنا يخليك. لا بس زوين، أنا دايما بسمعها والله العظيم. بلدكم كلها زوين، بلدكم كلها والله العظيم أنا بحبها، وبإذن الله تعالى بإذن الله اللي أنا بطلبه بس من جلالة الملك ومن رئيسنا حاجة يعملها بإن يفتح الخط الملاحي. أرجوك أرجوك، ويعني برجو المغرب وبرجو مصر، افتح الخط الملاحي بين البلدين. هيحصل حاجات، وهيحصل إن في حاجات كتير قوي أسعارها هتنزل في المغرب، وحاجات كتير كتير قوي أسعارها هتنقص في مصر، ويحصل تعاون، ويحصل زراعات متبادلة، ويحصل تجارة متبادلة كتير، لأن الشعبين استهلاكاتهم زي بعض في كل شيء. صدقوني هيبقى تبادل تجاري، يعني لو اتعمل سوق مصري مغربي في التبادل التجاري بس الخط الملاحي، لأن الطيران النهاردة غالي جدا جدا وما أقدرش أشحن على الطيران. يفكروا البلدين ويشوفوا إيه اللي هيحصل، وكل حاجة بإذن الله تعالى يعني هتتوفر في البلدين، ومش لازم نستورد من بره، في حاجات كتير قوي ممكن ان احنا نصنعها بين البلدين. والله اليوم انا فخور التقي عائله مغربيه مصريه بهذا الجمال وبهذا فانا اختم معك تقول لي هذه الجمله مثلا بالمغربيه، توجه لها مثلا رساله او كلمه او اي شيء تحب تقول لها بالمغربي. بقول لها انا اتولدت علشان احبك. بالمغربي والله ما بتكلم مغربي، اصل انا بص انا عندي عصبيه قبليه، عشان بس تكون عارف انا عندي عصبيه قبليه لهجتي. فمن وانا صغير ما بغيرش في لهجتي. هي تغششك؟ هي تغششني، بس انا والله العظيم فعلا انا ما لا اتحدث المغربيه، انا متجوز بقالي سنين كتير قوي بس ما بتحدثش المغربيه. طيب بالمصري قول لها كلمه. بقول لها انا يعني عايش بحبها. طبعا انا تولدت اصلا والقدر جابني حتى لهنا باش نحظى بهذا الحب وهذا الود. بتكلم مصري هي دلوقتي بتكلمك؟ هي بتكلم مصري. دابا لازم يكون اختلاف ثقافات باش نوصلوا الفكره بالمصري وبالمغربي. طبعا بصراحه يعني انا لي الشرف ان انا تزوجت رجل مصري وعايشه مع اسره مصريه وفي وسط المصريين، وعمري في حياتي بصراحه لا ما حسيت بالغربه ولا حسيت بالوحده ولا شي حنين ولا لا. بلادي طبعا في قلبي وحب الاوطان يعني لا يزايد عليه، ولكن حتى مصر بصراحه كان موت عليها، كان حماقه على مصر بصراحه. الله قولي لهم انت كلمه لهم بجوج. انا كان حماقه عليهم ونحبهم بزاف 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 بزاف. بالمصري انا بموت فيهم وبحبهم جدا 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 جدا. الله يسعدكم. ربنا يخليك. شكرا. تسلموا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.